السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. أطلقت HTC اليوم الوايلد فاير E3، جهاز جديد يأتينا من الفئة الاقتصادية بمواصفات جنونية، مواصفات لم نعتد أن نراها في هذه الفئة السعرية. سنتعرف عليه معا في هذا الفيديو، على السعر الذي ينزل به، على كل ما يقدمه هذا الجهاز. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا، لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. بداية مع الشاشة، يأتينا الـ HTC Wildfire E3 مع الشاشة من نوع IPS LCD. شاشة تأتينا بحجم 6.52 إنش وبنسبة استحواذ 82.2%. كما تأتينا هذه الشاشة مع Water Drop Notch للكاميرا الأمامية. ظهر الجهاز مصنوع من البلاستيك والفريم مصنوع من البلاستيك. كما نجد في الظهر 4 كاميرات خلفية وفلاش LED. الكاميرا الأساسية تأتينا بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F2. الكاميرا الثانية تأتينا بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F2.2، وهي كاميرا ألترا وايد لتصوير الزاوية الواسعة. بالنسبة للكاميرا الثالثة فهي كاميرا ماكرو لتصوير الأشياء من قرب، تأتينا بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F2.4. أما الكاميرا الرابعة فهي كاميرا ديبث سنسور، تأتينا بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F2.4. بالنسبة لكاميرا السيلفي، HTC يأتينا مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F2. المعالج هنا من أكبر نقاط القوة لهذا الجهاز، معالج جيد جدا، رأيناه كثيرا العام الماضي مع جميع الأجهزة في الفئة المتوسطة. الميديا تيك هيليو P22 معالج بمعمارية 12 نانومتر، لن تواجه معه أي مشكلة لا في التنقل بين التطبيقات ولا في سلاسة الجهاز. كما يأتينا الجهاز مع أندرويد 10. البطارية هنا بحجم 4000 ملي أمبير. كما يأتينا الجهاز مع الشاحن في العلبة بسرعة 10 وات. الوايلد فاير E3 يأتينا مع USB Type-C، يأتينا مع بصمة على الظهر، سنسور البصمة موجود على الظهر. يأتينا مع لاود سبيكر عادية ويدعم مدخل 3.5 ملي للهيدفون جاك، وسيتوفر الجهاز بنسختين. النسخة الأولى تأتينا مع 64 جيجا للمساحة الداخلية و4 جيجا للرام. أما النسخة الثانية فتأتينا مع 128 جيجا للمساحة الداخلية و4 جيجا للرام. كذلك الجهاز يدعم مدخل للSD كارد، يعني بإمكانك إضافة مساحة داخلية. بالنسبة للألوان سيتوفر بلونين فقط، اللون الأسود واللون الأزرق. ويبدأ سعر الـ HTC Wildfire E3 من 160 دولار، سعر غاية في الروعة مقارنة بما يقدمه الجهاز. المعالج الجيد، الشاشة الكبيرة، 4 كاميرات خلفية، بطارية جيدة، كل هذه تعتبر مواصفات جيدة جدا. بالنسبة لعيوب الجهاز، كنا نفضل أن نرى مع هذا الجهاز شاحن سريع، يعني ليس شاحن تقليدي بسرعة 10 وات. ما عدا هذا، يقدم الجهاز صفقة جيدة جدا في الفئة السعرية التي ينزل بها. أصدقائي، وصلنا إلى ختام الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. أشكركم على المتابعة، وفي النهاية لا تنسوا الإعجاب بالنقر على الزر لايك، سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.